تستمد الطرف جذورها من عمق التاريخ، فهي ولاية ينحني أمامها المؤرخون لقدمها وأصالتها وعرقتها. تحتوي ولاية الطارف على العديد من المواقع الأثرية التي تعود إلى ما قبل التاريخ. لقد تم إحصاء 132 موقعاً أثرياً، كما أن البحوث الأثرية التي قامت بها الجزائر بشراكة مع مختصين إيطاليين حددت 71 موقعاً جديداً خلال سنة 2006، وهذا ما يعتبر إرثاً تاريخياً ينصب فيها التفاعل الحضاري لهذه المنطقة. ومن هذه الاكتشافات الجديدة قصر لالا فاطمة الموجود بواد جنان بلدية العيون، وهو موقع أثري يشبه القصور، حيث اكتشفت فيه معاصر للزيت وخزانات وصهارج ذات أهمية أثرية بالغة، كما حددت فترته التاريخية التي تعود إلى الحقبة الإسلامية ما قبل الدولة العثمانية.